وصل عدد المستفيدين اليوم اللي معنيين اليوم بعملية منح المقررات المؤقتة في 17 ولاية هذه المعنية 97 قرار سيتم منحه، المقرر سيتم منحه اليوم طبعا بمبلغ استثمار مصرح به يقدر ب 108 مليار دينار جزائري. سيقدم زملائي التفاصيل بعد قليل، وأيضا ستسمح هذه المشاريع على قلتها يعني بخلق 16,000 منصب عمل. طبعا هذا بالنسبة لنا نعتبره كمؤشر إيجابي، جد إيجابي، يبعث على الارتياح، خاصة وأنه يعني هناك رغبات كثيرة وكثيرة جدا مطروحة الآن بعد فتح المنصة، سيتم التكفل بها في المراحل القادمة من النشر.